شو في شيء هيك لإلي بعد؟ لا يعني الموسيقار والمطرب احنا هدينا خلصت هلا المطلوب الموسيقار والمطرب عم نقول شو بدك تقدم لنا؟ بدي اقدم لكم اغنيه جديده هذا اللي نعرف شو هو انا دائما بس بدي اغني شيء جديد ببقى خايف هلا خايف مقطوع قلبي فهمت من مين شو اللي بخوفك؟ الجمهور انه ما تعجبهم الغنية ما بتعرف او شيء بضل الواحد هيك مقطوع قلبه فزع على كل حال هذه الاغنيه من كلمات الشاعر نزار فرانسيس ومن الحان الاستاذ ملحم بركات نعم شو بتقول شو عنوانها شو مطلعها جيت بوقتك يا استاذ سيمون هلا انت مكمر عم نلا غنيه اسمها تعال ننسى ننسى اللي عم يمرق علينا انا وياك لا لا بس طلعت انت إنه بس إنه بدك تطل عملنا لغنية اسمها جيت بوقتك حتى تشبعنا أغاني حلوة السنة إن شاء الله أنا بشكركم وبشكرك على التعب اللي تعبته وعلى التحضير الكبير اللي حضرته والفنانين اللي اجوا من برا ومن جوا واللي الحقيقة هالبرنامج أخذ الناس بشكل فظيع حبوا كتير ومش إنه بس ملحم بركات لكم فضل علي بهالبرنامج كل المطربين يلي الناس مش عارفه كان شيء عنهم الله يخليك ونعرفوا ونعرفت نفسيتهم وان شاء الله البرامج الجديده يا استاذ سيمون كمان يكون لها دور كبير باكتشاف المواهب بهالبلد لبنان المحبه ولبنان السلام ولبنان الفن ولبنان التهذيب ولبنان الرجال الطيبين الله يخليك راح اقدم لكم هلا اغنيه بس ما تخافوا ايه ما تخافوا لا يلا. ما راح نخاف اذا ما خوفتنا ما راح نخاف طيب يلا اورفر اهلا وسهلا فيك العدمي الساكن دربي
الحب ومر الحب دخيلك شو عملت بقلبي دخيلك شو عملت بقلبي دخيلك شو عملت بقلبي Thank you.
من عمري وروحي قريب صرت الأغلى من حياتي حب ودمعاتي وقناتي صرت الأغلى من حياتي حب ودمعاتي وقناتي صرت الأغلى من حياتي حب ودمعاتي وقناتي دقت الحب ومر الحب دقت الحب ومر الحب دقت الحب ومر الحب دقت الحب ومر الحب دخيلك شو عملت بقلبي دخيلك شو عملت بقلبي دخيلك شو عملت بقلبي جيت بوقتك ارفع قلبي ارفع قلبي اه يا قلبي زحل عتمي زحل عتمي زحل عتمي لساكن دربي جيت بوقتك ارفع قلبي ارفع قلبي اه يا قلبي زحل عتمي زحل دخيلك شو عملت بقلبي